بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الاصطفاف، أننا نقترب من الاصطفاف لأقرب ذروة المدارية. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نحاول أن نشرح ما معنى الاصطفاف على نسق مداري واحد، حيث أن كل كواكب المجموعة الشمسية تتموضع في مداراتها بنقطتين، وذلك بالنسبة للأرض نقطة أوج، وتكون في أبعد نقطة مدارية عن الأرض، ونقطة حضيض، وتكون في أقرب نقطة مدارية عن الأرض. إن نقطة الحضيض تتحقق عندما يكون الكوكب على نسق مداري مستقيم مع الأرض والشمس، باعتبارها الشمس باعتبارها مركز عطالة المجرة أو عطالة محورية للمجموعة الشمسية. فنقول إن المشتري مثلا في أقرب نقطة له عن الأرض، يتحقق ذلك من خلال غروب وشروق الكوكب المفترض مع غروب الشمس وشروقها، وذلك بشكل متعاكس، أي أن لحظة شروق الشمس هي غروب المشتري، ولحظة غروب الشمس هي شروق الكوكب، والعكس صحيح. ونسقط هذا المثال على الكوكب ذو الذنب أو النيبيرو، فنقول أنه في شهر 7 إجمالا من كل عام يكون نيبيرو في أقرب ذروة مدارية من الأرض، أي الحضيض، وفي شهر 1 يناير يكون في أبعد نقطة عن الأرض، وهي الأوج. ويوضح الشكل هنا معنى الحضيض الأرضي، باعتبار الأرض نقطة هندسية تتموضع ما بين الشمس ونيبيرو. وهناك تقديران، أو من يعتمد على قانون كيبلر، حيث يقول أصحابه أن نيبيرو سيصطف مع الأرض في أقرب نقطة عنها في العاشر من شهر 7، مع العلم أن نيبيرو لا يخضع أصلا، لا يخضع لهذا القانون، ولا لا بحركته المحورية ولا بحركته المدارية. وهناك آخرون يقولون أن موعد الاصطفاف سيكون يوم 17 منه، وهؤلاء يعتمدون على بعض الحسابات من بعض وكالة الفضاء الأخرى، ولكن الفروقات فيما بينهما تكون طفيفة. فالفرق ما بينهما حوالي 8 دقائق فلكية، فنحن ننتظر، فسيتحقق ولا فرق بينهما بين 7 أيام وما إلى ذلك. فحين الدخول إلى شهر 7، فنحن دخلنا إلى مرحلة الاصطفاف. لا مشكلة للتحقق من اليوم بالتحديد التي تكون فيه أقرب نقطة مدارية، فالأرض سوف تحدثنا، وسننتظر فقط تحقق الشرطين المتلازمين. فالأرض ستتعرض لسيل من الانصبابات الحقلية الدخيلة، والتي لم تتوقف أصلا منذ أكثر من شهر. لكن المشكلة التي نواجهها في بعض الأحيان هي تقطع البيانات. ويلاحظ معنا شكل الرسم الإلكتروني لبيانات الإطباق وتذبذب شكله أثناء الضغط القوي. لقد أعطى البارحة مقياس نبض الأرض أو تردد شومان نبضة فقط ل7 مرات تقريبا عن الحد الطبيعي في الحيز الزمني، قصير جدا بعد أن كان رنين شومان هادئا نسبيا، مما يدل على أن الأرض تتعرض لشحن زائد عن حده ومركز بشكل حاد عليها. نحن نتذكر مطلع السنة، أو السنة الماضية، ليس مطلع السنة، نحن نتذكر السنة الماضية أو آخر السنة الماضية، حيث شهدت
حيث رأينا عدة حالات من الانتباج الحقلي الذي ضرب الحقل الأرضي. فإذا تذكرنا بداية من هذه السنة، من بداية هذه السنة، رأينا العشرات والعشرات من حالات الانتباج الحقلي، وهذا الشهر أيضا رأينا فيه عدة انتباجات حقلية. فمسألة تحقق الانهيارات الحقلية خلال حيز زمني قصير محقق وبسهولة، ليس فيه أي صعوبة، يبقى فقط تحقق التواتر والسرعة المطلوبة للحقل الدخيل، السرعة المطلوبة للحقل الدخيل نحو الأرض. هذا الأمر يلزمه فقط القرب الكتلي المناسب ما بين الأرض والكائن الزائر. فلو كان نيبر الآن في موقع افتراضي ما بين مداري المشتري ومدار سيرس أو مدار الكويكبات، لوجدنا اختلافا جذريا في الأحداث ما بين ما نعيشه الآن وما سيتحقق آنذاك من وقائع متسارعة. نحن الآن في فترة انتقالية تتأرجح ما بين هبوب وفتور، لكن هذه الفترة كما قلنا ستنقضي بمجرد تجاوز الكوكب المذنب مدار المشتري، ولن يخفى عن القاصي والداني معرفة ذلك الوقت، وما سيحل بالأرض لتمام ما ننتظره. فالأرض حين ذاك ستتحدث لغتها بكل قوة، ويبقى أن هناك من يستهزئون، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحضرون، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.